وترجع بالسلامه كده ان شاء الله. أنا صحيح. وعارفين طبعا حضرتك في السعوديه، وبنعتذر ان احنا لو بنزعجك. احنا يعني شرفنا ان حضرتك تكون موجود معانا في بث مباشر حاليا دلوقتي، وهناك بعض الساده المحترمين اللي موجودين على اللايف، حاسين حضرتك ترحب بيهم ونكمل مع بعضنا النقاش. واهلا وسهلا بحضرتك وشرفت القناه. أهلا وسهلا بحضراتكم، وأنا سعيد جدا بمداخلتكم وشرف لي. ربنا يخليك يا دكتور. قبل ما نخش في مرحلة النقاش ونسأل حضرتك، وحضرتك أكيد طبعا عندك كم من الحاجات اللي موجودة، الأجوبة على أسئلة ناس كتير جدا، وأكيد حضرتك طبعا في حاجات هتقولها وفي حاجات إحنا محدش يقدر يعني يفصح عنها، ودي مكفولة لحضرتك ومكفولة طبعا للنيابة ومكفولة للتحريات اللي موجودة. حضرتك محتاج في الأول في حاجة أو رسالة حابب إن أنت توصلها للجمهور أو الناس اللي مهتمية بقضية. انا يمكن النهارده عملت فيديو وقلت ان هذا الرجل شهيد، هو الشهيد ولاء وليس الـ يعني يعني انا شايف ان هو شهيد غدر، شهيد خيانة، شهيد ان هو اتغدر بيه. اتفضل يا فندم. اولا انا ما زلت مصمم دكتور ولاء هو شهيد الغدر. ايوه. هو لم ينتحر، هو قتل. وزاوية الدكتور ولاء مجني عليه شهيد الغدر يؤكدوا ذلك، ونطلب من الله سبحانه وتعالى رحمة للدكتور ولاء. الدكتور ولاء رجل خلوق، من أصدقائه في المملكة العربية بعيد عن أهله، من أصدقائه في مصر، من أهله، من جيرانه. الدكتور ولاء من الشخصيات المحترمة جدا جدا جدا. الدكتور ولاء من الشخصيات الملتزمة. الدكتور ولاء من الشخصيات المرحة اللي دائما بيطلب من حواليه وبيحاول يسعد من حواليه. ده الدكتور ولاء. تمام. عشان اللي ما يعرفش اولا مين هو الدكتور ولاء. تمام. طيب سيادتك، في بعض الاسئله وبعض النقاشات محتاجين نتكلم مع حضرتك فيها. بالنسبه للسؤال اللي جارد دلوقتي ومطروح على الساحه، يمكن من متابعين كتير جدا، ناس من تونس وناس من مصر وناس من دول اخرى، هي التليفون والساعه، الحاجات بتاعت الدكتور ولاء مع مين؟ وليه حمى؟ هل حمى فعلا؟ هل حماته فعلا راحت المستشفى؟ هل حماته فعلا راحت المستشفى واخذت الحاجه دي، ولا الموضوع ده مش صح؟ هو حضرتك نبدا بس الجزئيه الاولى. اتفضل اتفضل. ان الحاجه فين دلوقتي؟ الحاجه بتفرغ بناء على طلب من النيابه العامه. تمام يا فندم. تمام. حماه استاذه ميرفت، حماه الدكتور ولاء، والد الدكتوره بناء، المتهمه في قضيه القتل ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله. حضرتك توجهت المستشفى بعد وفاة الدكتور ولاء ونقله عن طريق البطل مصطفى رمضان إلى المستشفى بسيارته. توجهت وسألت لأحد الأطباء وطاقم التمريض إن هي بدموع الحزن والأسى، وأرفض إن أنا أقول أي بقى نوع من الدموع، أتركها للإخوة والأخوات المتابعين عارفين دموع ايه دي بالظبط. تمام. فوجئت ان هي بتقول ده انتحر ورمى نفسه، انا محتاجه اللي معاه الحاجه بتاعته بدل ما تضيع، اللي هي كان مبلغ مالي من الدولارات. ايوه. والساعه، وهنا السؤال، التليفون؟ لا مش التليفون، لا التليفون جاب بعد كده، لا التليفون قبل كده. ده النيابه العامه هي الأدرى والأعلم أين ضبط التليفون، ولا أستطيع أن أصرح. تمام يا فندم. تمام، إحنا أي حاجة فيها صلاح القضية معك. تمام. لأن أنا مع احترامي الشديد، بس في بعض الأمور يجب أن تكون غير معلومة للعامة. أيوة. غير معلومة للخصوم، غير معلومة إلا بعد انتهاء التحقيقات وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات بإذن الله. تمام يا فندم. فهنا اللي احنا بنتكلم فيه،
التليفون وبعض المتعلقات. قالت انا عايزه متعلقات. ايوه المتعلقات اللي معاه. طبعا هو يعني باللبط كده الناس اللي في المستشفى قال لك احنا افتكرناه مش مصري. من الحاجه اللي هو لابسها في ايده والحاجه اللي في جيبه والدولارات قلنا ده شخصيه اجنبيه، لغايه ما بداوا يتضحوا وجات الاستاذه الفاضله تسال على حاجه قالوا لها لا حضرتك لما يجي الشرطه. تمام. لكن طب الحمد لله رب العالمين. طيب حضرتك بتفسر يمكن انا سمعت لحضرتك بعض الاحاديث وحضرتك بتقول ان في اقاويل بتقول ان هي بتبيع ممتلكات وان هي الله اعلم. حضرتك انت بناء على الكلام ده قدمت للسيد النائب العام بلاغ ان منعها من السفر. هل الكلام ده في اي تطور جديد حصل؟ اولا احنا قدمنا منع من السفر لاتهامها بالاشتراك في الجريمه ومقتل الدكتور ولاء، في اشتراك في جريمه قتل الدكتور ولاء. تمام. فبناء عليه احنا قدمنا رسمي بلاغ بادله بكلام بكل الكلام ده بالافاده طبعا التحقيقات ما اقدرش اذكرها. تمام. والادله اللي احنا قدمناها موجوده لدى السيد النائب العام او وكيل النائب العام رئيس نيابه الحوادث. ايوه. الو الو مشكورا. ايوه. الطلب الثاني التبعيه للطلبه للنيابه العامه من الاول. تمام. احنا نطلب منع عن السفر عشان احنا عرفنا ان هي بتبيع بيتها، بتبيع شقتها، عمارتها، عماره جوزها. اللي اتقال بعد كده احد الساده المحامين طلع صرح، محامين المجني المتهمين. ايوه. قال ان هي بتبيع عشان تجيب محامين ليهم او تدفع فلوس المحامين للمتهمين. تمام. طيب سيادتك تفسر. انا لا اعلم الغيب. انا لما وصلت لنا المعلومات من ذوي المجني عليه دكتور ولاء ومن جيران المتهمين يجب ان اقوم بدوري كمدافع عن حق الدكتور ولاء واحافظ على اي شيء ولو في شك بسيط. طيب تفسر ايه كلام حضرتك حديث المحامي محامي الطرف الاول في المحامي المتهم الاول في القضيه لما بيقول يعني ان هو عادي يعني ما مش اي حد يتجوز على مراته ما اكيد لازم الحما تغير ولازم كانت تبعت الرساله دي لبنتها وطلبها ان هي تسجل له فيديو وان هي بتقول له يعني تعمل كده عشان احنا عايزين ننزل له بعد كده في يعني لما نصوره فيديو. رأي حضرتك ايه في المحامي الطرف الاخر في رده على القضية دي؟ له كامل الحرية في الرد وكامل الحرية ان يطلب. صوت واضح يا جماعة. يقولوا شيء. ايوه. كامل يطلب كيفما يشاء او يرد على اي شيء هو الادرى والاعلم مني بعد الله سبحانه وتعالى بما يراه. انا بس بساله سؤال، هي اي حما عرفت ان جوز بنتها اتجوز هي عرفت دلوقتي؟ عرفت الساعه 11 صباحا قبل ما اقتلوا وان قبل ما يرموه ويقتلوه عرفت ولا من قبلها بيوم؟ ما اتكلمش ازاي ان جوزه اسف والد الاستاذ الدكتوره رماء الدكتور حمدي اتصل بالدكتور احمد قمر وهدده انه سيفعل ما سيفعله لحفظ لحق بنته. طيب فين الكلام ده؟ يبقى قبلها بيوم يوم الاحد اللي هو 25 كان في هناك اتفاق مسبق لقتل الدكتور ولاء. تمام. يوم 26 كان في اتفاق مسبق لقتل الدكتور ولاء رحمه الله عليه. تمام. 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 انا ليه بقول الكلام ده مع احترامي؟ يعني نحط الامور ونعمل علاقات السببيه بينهم ونعمل تصور ده كله مدابن تصوري مش من النيابه ولا من التحقيقات ولكن احنا بنتكلم العقل والمنطق بيقول الكلام ده، صحيح؟ صحيح. صحيح. طيب واحد عارف قبلها بيوم، طب ايه رايك ان لا ده هم عارفين من قبل كده
رماء نفسها عارفه ان الزوج اللي زوجها يتزوج عليه وده احد الشروط الاساسيه للعوده. صح. مع احترامي الشديد انت دلوقتي بتتكلم ان الدكتور ولاء قتل عشان اتجوز؟ لا، انت تعلم انه متجوز. بس طيب سيادتك دكتور تفسر بايه كلام البواب اللي اتغير فجأة وقال يعني انا مش قادر افسر ايه الربط ان هو يقول ان هو بتوك توك وعلى العكس تماما ان مصطفى البطل زي ما انت مسميه ان هو قال كلام تاني مختلف. ايه تفسير حضرتك على شهادة البواب؟ يعني ايه القصة انه يعمل كده؟ بناء على ما تم او ما ذكره البواب هنا في بعض الامور عشان بس ما برضو احنا انا توجهت بالشهاده الزور للبواب. ايوه في بلاغ رسمي. ايوه الاول ما عرفت ان في حاجه غلط وتوجهت وطلب سؤال مصطفى وقلت ان في شاهد وفي وضع واحد اثنين ثلاثه وقلت كل الامور. هو بقى البواب غير او نيجي نقول هو اتسأل امتى وقال ان هو توك توك؟ سأل في محضر الضبط في القسم لما كان مصطفى معاهم. ايوه هو ده بقى هو ده اللغز اللي انا مش عارف افهمه. يبقى مين هنا اللي عايز يقول ان هو توك توك؟ البواب. مش عارف. لا فهمت. اللي عايز يقول وصلت تمام. انا قابض على الراجل ده او متحفظ عشان مصطفى ما قبضش عليه. تمام. من ساعه ما كان في المستشفى الى ان وصل الى ان وصل لمكان الى ان وصل اسف لمكان الواقعة ثم بعد ذلك انتقلوا وخدوه معاهم الاسم الى اكثر من منتصف الليل. فليه؟ ليه ما انتوا اتحفظتوا على مصطفى وقال لكم ان انا اللي نقلت الراجل؟ ليه ما تذكرش ده في محضر الضبط في الاسم؟ ليه ما تذكرش التحريات؟ هي التحريات قدرت توصل انه اترقى او انتحر او القى بنفسه من الدور الخامس والتحريات ما قدرتش تقول لنا هو كان راكب ايه؟ او اثنان فيه؟ هل حضرتك تستشعر ان هناك بطء في حاجه معينه من قبل التحريات مثلا او حاجه معينه ولا ما اقدرش اقول التحريات؟ انا الوم رجال الشرطه في المقام الاول على كميه الاستغاثات اللي جات لهم من النكده من نكتة القاهرة اللي استغاثوا بيها أكثر من 15 مرة كل الجيران وكل أهل وزوي المرحوم ولاء ولم يحرك ساكنا اسم شرطة حلوان للتوجه إلى الشرطة واصطحابهم لأي قوة وطلعوا شافوا الدنيا كانوا ممكن يبكوا للاسف يعني يقدروا يلحقوا مجني عليه ولاء قبل وفاته. طيب هل ده يا فندم هل في حد التقصير ده ليه حد يتحاسب عليه؟ طبعا وده شكوانا ضدهم وضد الاسم. النجده بقى ما بلغتش الاسم تثبت ان هي ما بلغتش الاسم. الاسم اللي بقى استلم من النجده وما قامش بالمعاينه وان يلحق يشوف الدنيا لان الاستغاثات من الساعه 12 ونص والاتصالات الى ان توفى الدكتور ولاء في حدود الثلاثه ونص والثلاثه والربع تقريبا. تمام. هل في بعض الاقاويل ان هناك اخبار من امبارح هل النيابه فعلا طلبت اعاده تشريح جثمان الدكتور ولاء ولا لسه ده ما تمش؟ حضرتك لو طلبت النيابه إعادة تشريح جثمان الدكتور ولاء يبقى أول ناس هيخطروه إحنا عشان نطلعه من المدافن. طيب. لم يحصل. طيب السؤال حضرتك اللي أنا هسأله لحضرتك هل تتوقع أسرة الدكتور ولاء وبوجود حضرتك لو حصل الكلام ده وطلب من حضراتكم توافقوا على الكلام ده ولا الموضوع هيبقى صعب؟ في أي شيء يتم لمصلحة كشف الحقيقة نحن معه. تمام. طيب حضرتك تقرير الصفة التشريحية لحد النهاردة
انا شايف ان هو يمكن تكون اتاخر شويه، ولا ده الطبيعي في الاجراءات؟ ممكن يتاخر لسبب، اتفضل. اصل ده مش مضروب بطلق ناري، فباين مش مدبوح بالسكين، فباين تمام. ده في حضرتك ضرب على الدماغ، في اسقاط من فوق، في بعض تحاليل السموم، في بعض التحاليل الداخلية، في بعض التحاليل من الجثمان ذات نفسه، المعدة، كل ده في طلع منها، وفي حاجات بانت للنيابة واستدعت على الفور أطباء اللي قايمين بالجزئية دي وسألتهم وازاي، وفي حاجات لسه ما طلعتش. فاحنا لم يعني لا نحكم على الشيء قبل الانتهاء منه. في اجزاء طلعت، في اجزاء اثبتت بعض الامور، كل الكلام ده. انت حضرتك انا سمعت لسيادتك لقاء قبل كده وانت بتتكلم عن التقرير اللي طلع من المستشفى، اللي هو في الجمجمه اللي هو المستشفى النصر اللي نقل ليها عن طريق مصطفى، قال ان في كسر في الجمجمه، قال ان هو داخل متوفي وحاولوا يعملوا له انعاش رئوي، قال ان هو في كدمات على العين، قال ان في نزيف في الانف والفم، ردود و و و و والحمد لله رب العالمين. طب سيادتك تفسر ايه بجزء ان الزوجه مجرد ما حصل الواقعه سابت الشقه الزوجيه ومشيت؟ استاذ الفاضل، انا مش انا اللي فاصل، انا اترك الحكم للجمهور ومتابعين القضيه. حضرتك دلوقتي لا قدر الله ايا فينا تلقى يعني انتحر، زي ما قالوا نقول نتماشى مع ما ادعوه، انتحر وكانت في مشاكل عائليه وخلصناها. تمام. هل ينفع ايه اللي يتيجي بقى؟ ايه اللي تتصور الزوجه هتجري على البلكونه او الشرفه؟ انا الحقونا، تنزل جري اخوها او ابوها او عمه فلان او عمه فلان او عمه فلان، يتصل بالشرطه ويتصل بالاسعاف عشان ينجدوا ويسعفوا الراجل، ينزل عمه فلان اللي رمى بابا من فوق يدور عربيته وياخد بابا ويوديه للمستشفى عشان ينجدوا. صح. طبعا ده قالب به، ده قالب به يعني. مش ينزل الحمى دكتور مجدي، دكتور طبيب العيون المحترم في المملكه العربيه سابقا وفي مصر حاليا، على حسب روايات بعض الاشخاص، ولا يعني معلش انا سمعتها زيكم. تمام تمام. قالت في المحضر ولا لا انه يبصق على جثمان المجني عليه. ده الكلام ده فعلا اتقال من ناس كتير جدا. يبصق على جثمان المجني عليه، على جثمان ابو حفيده، على جثمان زوج بنته اللي هي ما زالت على ذمته، على جثمان من انتحر. ما هو انا مش قادر برضه دكتور افسر، يعني انا النهارده انا باكد كلام سيادتك ان انت حضرتك ما تفسرش ولا انا افسر. لا انا عاوز اقول ايه، انت انا باكد كلامك في نقطه، انا بقول لك ما انا نستهدى ضباط الشرطه المحترمين في حلوان، ضباط المباحث في مديريه امن القاهره، رئيس مباحث العاصمه يرد لنا استحرياته النهائية مش المبدئية. سؤال الموضوع لو كان انتحار الست دي مشيت ليه؟ قالت ان هو انتحر، مشيت ليه؟ لما هو انتحر مشيت ليه؟ مع احترامي لكل الناس، ألا يوجد نزاعات أسرية وخلافات ووجود شبهات ووجود كل المواقع التواصل وكل الصحف وكل الدنيا، اسألوا طيب الناس. فهذه دور المباحث، دور المباحث عندنا معلش في جمهورية مصر العربية من أقوى أجهزة الشرطة، وزارة الداخلية من أقوى الأجهزة الأمنية على المستوى العالمي، أجهزتنا في مصر الطب الشرعي من أقوى الأجهزة اللي في الرانك الأوائل من الصفوف الأولى على مستوى العالم، الطب الشرعي المصري، القضاء المصري
من افضل القضاء. القانون المصري هو ابو القانون في المنطقه العربيه والشرق الاوسط. فاحنا مش قادرين هنقول اصل دول ياخدوا هدام، لا دول ياخدوا ضرب افضل الى موت، لا دول ياخدوا كذا. هي متروكه في يد القضاء. ادي شيء. كان في حضرتك وقع قريبة الأستاذة رحمة الله عليه المجني عليه كان نفس موضوع الدكتور ولاء، وألقوا بيه في ولاء التكرور دي محافظة دي محافظة، العشيق واخت الزوجة والزوجة، والتلاتة خدوا 20 سنة مع الشغل. بس ايه ما كانوش بقى، انا اعتبر ان هم مثلوا فيه عملوا فيه مع الدكتور ولاء كتر الضرب والتعذيب والإهانة من الساعة 12 ونص والترصد الموجود وصبر الإصرار على إن هم عايزين يعملوا فيه ما يشاءوا ويمثلوا بيه وهو حي. لكن ربنا سبحانه وتعالى له حكمة أنه توفاه الله قبل الوقعة قبل الإلقاء. كان خلاص فقد الوعي وافتكروا انه مات ورموه. ايه اللي حصل؟ الله اعلم. طيب دكتور، والدة الزوجة متهمة طبعا في القضية، ولكن ناس كتير بتسأل هي خرجت ازاي وليه خرجت؟ ليس لي ان اعلق على قرار النيابة العامة، هي من ارتقت اخراجها بضمان كفالة. متهمة موجه لها الاتهام، دائرة عليها شكوات، ولكن ننتظر بإذن الله إحالتها أو ذكر اسمها كمتهمة في قرار الإحالة بإذن الله. تمام يا فندم. في نقطة مهمة، أم الدكتور ولاء خرجت وقالت إنها أول إنها في يوم ما راحت لتستلم حفيدها الطفل يونس من الاسم ظهر أخو الزوجة اللي كان في ألمانيا، هل الكلام ده طبعا كلام حضرتك كان معاه بلطجية وانه هددها وقال لها يعرف هتاخدي؟ لا معلش عشان برضو نتحرك دكتور، محتاجين نفهم بس. عبد الله اللي هو المهندس عبد الله اخو الدكتورة دماء زوجة المجني علي المقتول في القتل دكتور ولاء، كان موجود هو ووالدته اللي هي حماد الدكتور ولاء اثناء تسليم القسم لوالده الدكتور ولاء رحمه الله عليه والمحاميه الخاصه من مكتبنا الاستاذه وسام والاستاذ احمد شعبان الطفل يونس، وهربوهم من جوه القسم ومن الباب الخلفي للتكدس الخارجي من خلال عبد الله ووالدته واصدقائهم واقربائهم، ولكن هددوا فهم قد هددوا السيدة أمال. ماذا قالوا؟ نتركها للتحريات ونتركها لل. هل تم اتخاذ إجراء قانوني ضدهم يا فندم؟ طبعا طبعا كلامنا كتبنا الكلام ده وذكرناه في تحريات النيابة. أنا معلش مع احترامي لكل الأساتذة والإخوة، الحق اعمل محضر ضد الشرطة، الحق اعمل محضر ضد فلان، الحق اعمل محضر ضد سيف، الحق اعمل محضر أيا كان. حضرتك احنا بنتوجه بشكوى لجهة التحقيق الأساسية وهي النيابة العامة اللي هي نيابة الحوادث في حلوان، هي المسؤولة عن التحقيق. احنا بنوجه لها التقرير او بنوجه لها البيان او بنوجه لها الاتهام بالعريض بتاعتنا او بنوجه لها بعض الملحوظات في سير القضية، وهي تتخذ مشكورا الاجراء الذي تراه مناسبا. ممكن تكون خدت الاجراء ده بالفعل من غير ما تخبرنا. ايوه خلاص. تمام. بيفتحوا محضر تحقيق معنا باثبات اخواننا باثبات ليه. طيب احنا بنقول كده ليه؟ بننتهي كده ليه؟ قلنا كذا ليه؟ ادعينا كذا. بنثبت كل ما لدينا. على سبيل المثال ما حتى طلبناه اعاده استجواب الطفل يونس، على سبيل المثال ما حدث من واقعه مصطفى البطل حلوان ومصطفى رمضان، على سبيل المثال ما بعض ما ذكر ومعقيل. يوم 9 صباحا، يوم 9 اكتوبر، يوم 9 عصرا تم فتح المحضر معانا، يوم 10 عصرا تم استدعائنا بيونس بكل
وصدر الرحب النيابة مشكورة سامعة لكل أقواله. تم استدعاء مصطفى وسامع أقواله. تم استدعاء رجب ومواجهته اللي هو جمعة البواب بما قاله مصطفى ومواجهة شخصية بين الطرفين. تم استدعاء أطباء شرعيين. تم استدعاء أشخاص من المستشفى. تم استدعاء أحد أفراد الضباط المباحث. كل ذا النيابة شغالة فيه. بس طيب لنا على قرار النيابة كل أكيد أكيد طبعا نحترم القضاء المصري ونحترم النيابة ونحترم قراراتها، ولا تعقيب ولا تعليق على أحكام القرارات أو الأحكام القضائية. طيب سيادة، ولا تعقيب لنا على من ادعوا غير إن إحنا قدمنا شكاوي رسمية ضدهم إنهم لديهم محضر التحقيقات. أيوة. في النيابة مع المجني عليهم أو مع المتهمين أو التقارير الطب الشرعي أو تحريات المباحث. على سبيل المثال الأستاذة رانيا هيكل في صفحتها في فيسبوك، على سبيل المثال الأستاذ المحامي أحمد مهران ما قاله مع برنامج مذيع مصر أستاذ عمر، وأقر بالصوت والصورة أنه لديه محضر التحقيقات. النيابة بقى تتصرف معهم. هل تعال بقى انت معاك المحضر، حصلت عليه منين؟ بأي صفة حصلت عليه؟ استاذ احمد او الاستاذة رانيا حصلت عليهم منين؟ كل ده بقى بعد كده احنا بقى عشان يظهر لنا الحق، هل بقى في تفريق في تسريب وفي تقصير من قبل العاملين بالنيابة العامة؟ وانا لا اعتقد ذلك. ام في ادعاءات كانت يبان صحتها من عدم صحتها من الأساتذة الأفاضل. طيب سيادتك تفسر بأن الأم دكتور ولاء رحمة الله عليه قالت إنها بتتمنى إن الزوجة ما تتقدمش وتفضل متعذبة كده طول عمرها ومحرومة من ابنها زي ما هي حرمتني من ابني. حضرتك هل ده بتقوله مشاعر أم؟ مشاعر أم إن هي، لأن إحنا تقريبا لما سمعنا من يونس وعرفنا من قام بالإلقاء أو مساعدة في الإلقاء أو ما حدث لوالده، ومين بيروح البيت وبابا في السعودية، ومين بيجي من هنا، ومين بيزور باب جدة تيتا وجدته، كل ده يونس أفصح عنه. وأحب برضو أقول كلمة للجميع، للسادة المحامين الأفاضل، محامين المتهمين، السادة الأفاضل المتابعين، السادة الأفاضل من أرادوا التطوع للدفاع عن ولاء او اتهموا دكتور ولاء رحمه الله عليه. ولاء مش مدمن، ولاء مش مريض نفسي، ولاء مش يتعاطى حبوب ايا كان نوعها او مضادات التهاب او مضادات اكتئاب او اي ما تدعوه، والطب الشرعي هيثبت ده. المدمن اللي بيبان في تحاليل دم انه مدمن، اللي عنده ابيات تتناول ادويه اكتئاب بتاع ان هو مكتئب او مريض نفسيا، مش هيرقص بالفرح بس على كل المواقع والفيديوهات. والطب الشرعي هيبين الحبايه اللي هتاخد ساعه الوفاه او الحبايه اللي هتجيها، او لو هو متردد دائم على التعاطي ويتعاطى الحاجه دي. حضرتك طبعا احنا هنا في التعقيب على الكلام اللي هي قالت طبعا الام، احنا بنأكد طبعا ان ده اكيد دي مشاعر ام، ومحدش ابدا يقدر يتحكم في مشاعر ام مكلومة زي ام الدكتور ولاء. لكن دكتور نشأت حضرتك استاذ وعلامة واستاذنا يعني في هذا المجال، الحكم بالاعدام او بالمؤبد ليه بيبقى له حيثيات قانونية وشروط هي اللي بتقول مين ياخد الاعدام مين ياخد المؤبد؟ حضرتك ممكن من خلال لقائنا مع المحامي الكبير الاستاذ الدكتور نشأت عبد العليم يوضح لينا بعض النقاط اللي قدامه في القضيه ويطمن الجمهور. انا لست قاضيا، تمام؟ واي حد معايا معاك احمد يا فندم، معاك استاذ احمد. ايوه. اي شخص هيقول لك الناس دي هتاخد براءه اقول له ازاي؟ هتاخد اعدام اقول له ازاي؟ هيقول لي بالقانون اقول له في مواد القانون، اصل بيان النائب العام قال كذا. بيان النائب العام التهم اللي توجهت ليه للمتهمين وتشابكها
الحقها مع بعضيها وتسلسلها واندماجها واقترانها بكل انواع القانون، بتبدا نتكلم من تصل عقوبتها الى المشدد، السجن المشدد المؤبد. تمام. ولكن النائب العام قال ايه في اخر التقرير؟ ولكي نتبين من عمليه شبهه قتله انتدبنا الطب الشرعي. الطب الشرعي لسه يقول وقع ولا اترمى ولا اتقتل قبليها ولا بعديها. في هذه الحاله ستتغير كل شيء، واقتران هذه الجرائم وقع القتل او زي ما بيقولوا طرد قبضة الى موت، او زي ما بيقولوا انه لا ده هو كذا، ايا ما يذكر على المنصات والتواصل او سواء على البرامج السنيه او اليوتيوب او ايا كان، لن يستطيع احد ان يفسر هذا او ما سيحدث الا بعد صدور قرار الاحاله من النيابه. حضرتك يا فندم قلت ان في شاهد وهو مصطفى رمضان اللي هو ما كانش اتاخد شهادته، وقلت كمان ان مصطفى ده قال تعليقا لحضرتك او الاشخاص اللي قالوا اصل مصطفى ما اتاخدش شهادته فراح النيابه الاسم واتلف شهادته، الكلام ده غير صحيح. مصطفى طلب من قبل النيابه العامه وفق معه وودعت جميع تحقيقاته واقواله هو وصديقه في النيابه العامه وليس قسم الشرطه. تمام يا فندم. تمام. مصطفى قال ان الدكتور ولاء ما نزلش دم غير لما لفظ انفاسه على باب المستشفى. الكلام ده ما حصلش الكلمه دي. ما حصلتش. ما قالش الكلمه. تمام. مصطفى قال ما نزلش دم لما وقع، لما شلته في العربيه نزل دم. ما حددش بقى نزل دم وهو داخل المستشفى ولا نزل دم اول ما حطه العربيه. يعني الكلام ده للنيابه. ايوه. ودي من الحاجات المتحفظ ذكرها عشان مات الاول ولا مات بعد. ايوه هو ده اللي كنت عايز اقول سيادتك. ايوه. ومصطفى هو اللي قال ان وقع او شافه الدكتور ارتطم بالارض تحت اسفل شرفته مش في منتصف الشارع. ايوه. لان هما تمام وصل. دي تفرق في التحريات، تفرق للدكتور الطبيب الشرعي، تفرق لكل من يتساءل. تمام. يعني احنا كده مش هنقدر نقول ان هو مات فوق وبعد كده هم رموه، ما حدش يقدر يجزم بحاجه شبه كده غير بعد قرار النيابه والطب الشرعي ويطلع قرار النيابه. خلال ايام قليله باذن الله سيتم معرفه وتنكشف كافه اسرار هذه الجريمه، ونعرف بقى مصطفى كان صح ولا رجب اللي كان صح ولا نشأت اللي كان صح ولا احمد اللي كان صح ان شاء الله خير، ولا تصور مين الصح. ولكن في جميع الاحوال وفي جميع ما تم وما حدث، سبعه تلموا على واحد، سبعه منهم ثلاثه غرباء عن الشخص وعن العائله، حتى لو برد على السيد الاستاذ المحامي استنجد بصاحبه من الاحرى من الدكتور احمد الدكتور حمدي هو اللي يستنجد باخواته واقربائه اللي متواجدين معاه في القاهره، زي ما اتصل بعديل او نسيب الدكتور ولاء قبليله كان يقدر يتصل باخوات الدكتور ولاء ووالده الدكتور ولاء يا حاج عايزين نقعد مع بعض. كل ما حدث وما اسفرت عنه النتيجه وما ذكره الطبيب النائب العام في بيانه، الراجل ده اتضرب، اتهان، اتعذب، اتسن، احتجز بدون وجه حق، وسلبت ارادته، نزعت ادميته، وفي الاخر تمت وفاته. رحمه الله عليه. اي حد عايز يتكلم يحط نفسه في مكان هذا الشخص وعائلته قبل ان يفضي بكلمه، قبل ان يقول انه متهم بتبديد القايمه واتهم انه ما اعلنش الزوجه او اعلن الزوجه. كل الاساتذه اللي بيقولوا انتحر اصل عشان نفسيته يعقلوها كده مع نفسهم ويشوفوا لو انتحر رد فعل العائله المفروض يكون ايه اللي انتحر في وسطها. نحن نعمل من الله عز وجل اذا
المحامين اللي طلبوا التطوع. هل في محامين يا فندم تاني؟ هل في محامين تاني مع سيادتك خارج المكتب؟ حضرتك تم التطوع من قبل آل زايد عائلة الدكتور ولاء أول أمس، وأعلنوا إن هم هينضموا إلي بقيادة فريق المكتب أو بقيادة مكتبنا أو بقيادتي، اللي هم برضو متطوعين وقايمين معانا بإذن الله رب العالمين عندما تحال القضية إلى محكمة الجنائي إن شاء الله. تمام فهم. هل الكابتن مصطفى الجار كان ليه شهادة في النيابة أو في المباحث؟ مصطفى كان ليه شهادة، وزوجته كان ليها شهادة، والأستاذ رجب البواب كان ليه شهادة حارس العقار، ودلوقتي الأستاذ مصطفى رمضان بقى ليه شهادة، وتم أخذ أقوال الزوجة الجديدة دكتورة الأستاذة ريم المحامية الزميلة الفاضلة، والأستاذة الدكتورة أسماء أخت المجني علي، والدكتورة السيدة أمال وكيلة الوزارة التربية والتعليم على درجة وكيل الوزارة، برضو تم أخذ أقوالها. فنحن ننتظر في الساعات القادمة إن شاء الله انتهاء التحقيقات أو إعادة فتح التحقيقات مرة أخرى بعد صدور تقرير الطب الشرعي. وأشكركم جزيلا. أطمنا على حضرتك إحنا وبالاعتذار طبعا ليك. السؤال بس الأخير اللي أنا عاوز أسأله، هل في هذه القضية في هناك شخصية لها حيثية كبيرة في القضية تكون؟ أنا ذكرت وأؤكد ذكر ذلك، أحد المتهمين أحد المتهمين والده كان يعمل أو يعمل سلا يعمل أو منذ فترة بسيطة خرج عايش أو الله أعلم في وزارة الداخلية، وله من الأقرباء أو الإخوة أو الأعمام يعملون في مناصب أخرى. أتمنى من الله عز وجل وجميعنا نعلم ذلك أن السيد وزير الداخلية، السيد النائب العام، السيد رئيس الوزراء، السيد رئيس الجمهورية لا يقبل استخدام المرتب أو إزهاق حق أو إخفاء حق ويطلع كده من حديد على أي طيب نشأت بيه. في جزء الاستاذ مصطفى الجار قال في شهادته انه كان شايف الدكتور ولاء لابس ترنج بيت واقف جنب عمود كانه عامل عامله يعني بالبلدي كده، لكن الجثه كانت لابسه هدوم تانية. ايه تفسير حضرتك؟ هو دخل لابس عشان ينزل ويحاول يستدرجهم عشان ينزل عشان يهرب من مصطيهم. ما تغيروا له هدومه ايا إن كان، انا ما اقدرش اكذب لان ما كنتش موجود في داخل الوقعه. ايوه. هم بقى شهود قالوا ايه؟ هم المتهمين قالوا ايه عن الجزئيه دي؟ لا نتعجل. أيوة. هو غير هدومه، غيروا له هدومه، مات، كان مصطفى مهدد، ابتدى ولاء مهدد، مصطفى شافه مش قادر يبص له، مش قادر يرمش له. صحيح؟ صحيح. طيب كان في البيت ابن يونس، الله اعلم هل يونس كان مهدد لو كلمت او عملت او حد افتح الباب لو نطقت كلمه هنرمي يونس قدامك من هنا؟ وارد. حضرتك القضيه دي ايه اللي بيخليها يا فندم ان هم ياخدوها في سكه ان هي ضرب افضى الى الموت او سكه انها انتحار؟ استاذي انا هتتلف رقبتي في حبال عشماوي او هاخد مؤبد ولا اخد سنتين ولا ثلاثه؟ ايوه صح. يعني اجابه جميله صح. يعني انا بقول انا هاخد اعدام ولا هاخد سجن مؤبد ولا 20 سنه مع شغل ونفاذ، ولا حضرتك هاخد ضرب ولا مع مشاركه ولا سنتين ثلاثه واطلع مؤهل محترم في السنتين الثلاثه؟ اما لما يضيع عمري في السجن او يزهق روحي كيفما اذهب روح شخص ما امامي او تحت يدي، وربنا يحسبه الاخره. بس
في يا فندم، في يا فندم برضو اسئله موجهه لحضرتك. اعتقد استاذ احمد قلت لي اخر سؤال. طيب هو اخر اخر حاجه عن بس جزء الخاص بيونس. في اقوال بتقول ان يونس ابن الدكتور ولاء هو في مره قال ان انكل عبد الله رمى بابا، وفي مره تانية قال ان محمد ابو زيد هو اللي كان مع الدكتور ولاء. اتفضل. اعتذر حضرتك، عبد الله ده في المانيا. تمام. يبقى رمى بابا ازاي؟ تمام. يبقى من قال انكل ده صاحب خاله عبد الله. ايوه. عشان الناس برضو ايه؟ برضو بتقول هو قال عمه ده لرمى بابا. تمام. بعض الاقاويل او الصحف قالت لو لما سمعت من يونس قال انكل صاحب انكل عبد الله. شوفوا بقى مين اللي استنجد انكل عبد الله وتعرفوا المتهم مين. تمام تمام يا فندم، احنا طبعا بنشكر معاليك، وان شاء الله القضيه في الفتره اللي جايه ان شاء الله من توقعات حضرتك لمسار القضيه الايام اللي جايه، وهسيب حضرتك بقى لو عاوز توصل اي رساله لكل الجمهور اللي بيسمع حضرتك. انا هوصل رساله واحده، حق ولاء ما راحش، حق ولاء موجود ويكفله القانون ويكفله رب القانون في المقام الاول. تمام. وتكفله دوله القانون وسيادة القانون اللي احنا ماشيين عليه كلنا، سواء القانون الوضع الرباني او القانون الوضعي. تمام. ولن نتهاون عندما ينمو الى علمنا اي شيء او تصدر اي مخالفة او تلاعب بالقانون، ونتوجه لرجل القانون الاول ونخترع به على الملأ. تمام. اصبحنا في عهد يختلف عما مضى. صح. احنا بنشوف القضاة بيتحاكموا، بنشوف المحامين بيتحاكموا، ضباط الشرطة بيتحاكموا، الوزير بيتحاكم، المحافظ بيتحاكم، المستشار بيتحاكم. صحيح. الغفير بيتحاكم، العامل البسيط بيتحاكم. صحيح؟ صحيح. هل كنا بنسمع عن في فساد وده حصل كذا وده اتنقل لكذا وده عمل كذا؟ لا ما كانش كده. صحيح؟ صحيح. كنا بنقول ان ده خد اعدام، ايه ده كان زمان خلص الموضوع وبراءة. صحيح. صحيح. ولكن اصبحنا في دولة قانون، في دولة عدل، اصبحنا في دولة لا تخشى لوم دلائل في الحق. طبعا احنا بنتوجه لحضرتك، ربنا يخليك، بنوجه كل الشكر لحضرتك باسمي وباسم كل الجمهور اللي بيسمع حضرتك، وربنا سبحانه وتعالى بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله، في ان ربنا سبحانه وتعالى ينصرك باذن الله، في ان حضرتك ان شاء الله تكون، وانا واثق ان حضرتك قادر باذن الله ترجع حق الدكتور ولاء، وان شاء الله باذن الله احنا طبعا السيره العطره بتاعت حضرتك بدون مجاملات او بدون نفاق او رياء، حضرتك انسان مثقف جدا، انسان تملك الحجج والقوانين القويه جدا اللي ان شاء الله ترجع تكون قادر بيها ترجع حق الدكتور ولاء، وكلنا ثقه طبعا في القضاء المصري وفي الشرطه المصريه وفي ان شاء الله باذن الله النيابه العامه في تحقيقاتها، ان شاء الله واثقين ان ربنا سبحانه وتعالى رب الارض والسماء ان شاء الله يكون رجع حق الدكتور ولاء، لان قضايا القتل بالذات الدم فيه، الدم ده غالي اصلي وليه حسابات تانية كبيره جدا، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى انا واثق ان هو هيكرمك، وانا مش بجاملك، انا متفائل جدا جدا بخير، واحنا متطوعين معاك في اي حاجه حضرتك تحتاجها في مننا، احنا قدام حضرتك في اي حاجه تؤمرنا، واحنا وراك في اي حاجه حضرتك تطلب فيها. اشكركم جزيلا وتحت امركم. شكرا دكتور رشحت عبد العليم، المحامي الاول في هذه القضيه والمحامي الاصيل في هذه القضيه. شكرا يا فندم، وبشكر سيادتك جدا على المداخله بقى حضرتك. شكرا. شكرا. في امان. اتفضل. الحقيقه انا سعيد جدا جدا بحلقه النقاش اللي دارت ما بين الدكتور ولاء، دكتور اسف نشأت رحمة الله على الدكتور ولاء، يعني ربنا يرحمه، والحقيقة أنا بجد فرحان إن هذا الشخص موجود في القضية، سعيد جدا إن إنسان متجاوب مع الجميع، ما بيبخلش على حد، إنسان بيقدم كل حاجة عشان خاطر يقدر إن هو يفيد الدكتور ولاء في وفاته رحمة الله عليه. طبعا إن شاء الله إحنا معاكم، وأنا بعتذر بجد إن أنا بعمل بس ده في العربيه بتاعتي، يعني هو في ناس يعني الموضوع بس غصب عني ارتباطي بشغلي.
منوره الدنيا يا استاذه سوريه، ومنورين كل متابعينا طبعا. كل الشكر وكل التقدير لحضراتكم، اتمنى ان انا اكون الحلقه ضافت لحضراتكم، اتمنى ما اكونش ضيعت وقت حضراتكم، واتمنى ان انا اكون ضيف خفيف على حضراتكم، واتمنى ان انا اكون حاولت على قد ما قدرت اطلع الاسئله والاستفسارات اللي محتاجه اجابه عليها من بعض كتير جدا من الناس اللي بعتولي. انا بشكركم جدا، وبتمنى من حضراتكم في نهايه البث اللي ما عملش اشتراك للقناه يعمل اشتراك، ودعمونا دعمونا ان احنا بنقول اشتراك يا جماعه، او بنقول ان احنا عاوزين نعمل لايكات للبث ده او للفيديو. ما بنبقاش عاوزين اكتر من ان احنا عايزين نقف مع الراجل ده دكتور ولاء او غيره، عشان القضايا اللي فيها حق دي بتبقى محتاجه قوه، والقوه دي بتيجي من حضراتكم انتوا خلال من المتابعين، مش طالبين من حد لدعم ولا طالبين حد اي حاجه ولا طالبين غير بس كلمه حق من ربنا، وان احنا ان ربنا يستخدمنا ولا يستبدلنا. انا بشكركم جدا، ورب جمعة مباركة على حضراتكم، وشاكر لكل وقتكم اللي انتوا وفرتوه قدرتوا ان انتوا تكونوا موجودين معايا. في نهايه البث اتمنى ان حضراتكم تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس، وبشكركم بجد، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكان معاكم انا احمد الحكيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.